في ليلتنا هذه هي ليلة صوفية قرآنية. هيا بنا من ساحة القرآن إلى ساحة العلم والعلماء، ومع فضيلة الشيخ أحمد السيد الإمام المثالي بالشرقية، ليدلو بدلوه بالواجب عن السادة أقطاب الطرق الصوفية الذين شرفونا هاهنا، فليتفضل مشكورا. واني لاشكر ايضا الكابتن السيد محمود وكل من شرف من اهل الكرم والجود. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كبرت كانت أو صغرت. الحمد لله المحاسب على النقير وعلى القطمير من الأعمال وإن حصيت، وأشهد أنه لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد نبي، إن سألتم عن موطنه قلت لكم بلدا أمينا، وإن سألتم عن أصله قلت لكم حسيبا نسيبا، وإن سألتم عن علمه قلت لكم مخلصا كبيرا، وإن سألتم عن وجهه قلت لكم بدرا منيرا، وإن سألتم عن كفه قلت لكم جوادا كريما، وإن سألتم عن لسانه قلت لكم عذبا سلسبيلا، وإن سألتم عن عرقه قلت لكم مسكا وطيبا، وإن سألتم عن قدمه قلت لكم كم قام عليها ليلا طويلا، وإن سألتم عن وظيفته قلت لكم نبيا ورسولا، وإن سألتم عن اسمه قلت لكم محمدا محمودا، وإن سألتم ماذا نقول عنه قلت لكم صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سيد السادات، جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك، والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشتاقا لا يروم سواك، وهو حق جاهك أنني بك مغرم، والله يعلم أنني أهواك. أنت الذي لولاك ما خلق امرئ كلا، وما خلق الورى لولاك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس ساطعة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك، وصل اللهم وسلم وبارك على أصحابك ذات المقام الرفيع وذات القدر العلي. صل اللهم على أبي بكر وعلى عمر وعثمان وعلي، صل اللهم على الحسنين أبي عبد الله الحسن وأبي محمد الحسين، وارحمنا وارحمهم يا ربنا برحمتك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون الكرام، نحن الآن نجلس في عزاء راحل كريم عاش كريما ومات كريما يتمتع بحسن الخلق، والكل في هذا المجلس يشهد إليه بحسن الأخلاق. رحمة الله عليه عم الحج حمادة، عاملته كثيرا فما رأيت منه إلا الصلاح، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله أحد،
ولكن موته درس وعبرة لنا جميعا، موته رسالة من الله، وكأن الله يقول إلينا جميعا انتبهوا، وكأن الله يخاطبنا ويقول الموت ليس بمرض ولا بعلة. لا، لما جلس النبي في المقابر ذات يوم خط خطا طوليا، نقش بالعود على الأرض فخط خطا طولا، وبعده جاء النبي بخط أسفل منه أقصر منه، وبعده جاء النبي بخط عرضيا قسم الخطين. تعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله ما هذا وما هذا وما هذا؟ قال النبي أما الخط الطولي فهو الأمل، كلنا يأمل في الدنيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، كلنا الآن جلوس في هذا المجلس عنده آمال وطموحات، يعيش 60 عام 70 عام 80 عام 90 عام 100 عام، كلنا عنده آمال أن يربي الأبناء ويزوج الأبناء ويرى الأحفاد، كله عنده آمال أن يشتري البيوت والدور والعقار، هذه آمالنا أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو خط الطول. بعد ذلك يأتي الخط الذي أسفل منه، فقال الصحابة يا نبي الله ما هذا؟ قال أما الأول فهو الأمل، وأما الخط الثاني فهو الرزق، وأما الخط الذي قطع الخطين فهو الأجل. الأجل عندما يأتي قطع الأمل وقطع الرزق. ولذلك أيها الإخوة المؤمنون الكرام، لا تطمع في الدنيا كثيرا أيا كان منصبك، وأيا كان جاهك، وأيا كان سلطانك، وأيا كان مالك، لن يكون عندك مال كما كان عند قارون الذي وصف الله خزائنه، قال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لا يكون عندك جاه ولا سلطان، ولكن أيها الإخوة المؤمنون الكرام كن مع الله دائما، وضع الموت نصب عينيه، واعلم بأنك في أي وقت من الممكن أن ترحل كما رحل الراحل الكريم. الراحل الكريم بالأمس كان يحضر حلقة ذكر، وأجلس الآن سويا، بعض الناس يتحدث يقول قسما بالله كنا سويا بالعصر عند أذان العصر، وآخر يقول كنا في أذان المغرب، ولكن سبحان القدر، سبحان الملك، إنه القدر، إنه الموت أيها الإخوة المؤمنون الكرام. ولذلك الله خلق الموت وجعل الموت سيموت. قد يقول قائل وكيف يموت الموت؟ اسمع لحديث النبي، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح أقرن، فيوضع الموت بين الجنة والنار، فينادي رب العالمين إلى أهل الجنة يا أهل الجنة، فيشرئبون ويمدون الأعناق خائفين أن يخرجوا من الجنة، ثم ينادي على أهل النار يا أهل النار، فيشرئبون ويمدون الأعناق طامعين أن يخرجوا من النار، فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، ويذبح الموت بين الجنة والنار. حتى الموت سيموت، حتى ملك الموت سيموت. قد يقول قائل الموت، نعم في سورة الملك لما قال الله قال هو الذي خلق الموت والحياة، وطالما أن الموت مخلوق لا بد أن يموت الموت، ولا بد أن يموت ملك الموت، ولا بد أن تنتهي الحياة، وينادي رب العالمين بعد انتهاء الحياة قائلا لمن الملك اليوم؟ لا أرض تجيب، ولا سماء تجيب، ولا ملك يجيب، ولا إنس يجيب، فيقول الله لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد، ثم يقول الملك لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، موت الراحل الكريم قسما بالله رسالة إلينا جميعا، يا من عندكم آمالا وطموحات وغير ذلك، اعلموا بأنكم إلى الله راحلون، اعلموا بأنكم للدنيا مغادرون، والموت كما قلت في بداية
سبب علة فقط، لا، بل انتشر موت الفجاعة. ولذلك قال الإمام الحسن عليه رحمة الله: من لم يمرض فجأة مات فجأة، فاحذروا مفاجآت ربكم. من لم يمرض فجأة مات فجأة، فاحذروا مفاجآت ربكم. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم الراحل الكريم واسع رحماته. اللهم افسح له في قبره مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وورده على حوض سيد المرسلين، واسقه منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا إلى يوم الدين. ونيابة عن نفسي وعن فضيلة الشيخ محمد مراعي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وبعموم مشيخة الصوفية بعموم جمهورية مصر العربية، أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الراحل الكريم وإلى جميع الطريقة الهراوية بعموم جمهورية مصر العربية. شكر الله سعيكم وشكرا، وسلام من الله عليكم ورحمة وبركاته. شكرا لمحدثنا فضيلة الشيخ أحمد محمد سليم القاضي الشرعي لقرية الشبانات، وأشكر باسم السادة الهراوية جميعا لكل من شرف بالعزاء، الأخ العزيز والصديق الذي أحبه الحاج محمود أبو عرفة رحم الله والده، والحاج بدران ابن مشتول القاضي والأستاذ رضا بدران، كما أشكر أيضا للأستاذ الشيخ طاهر بيك الرفاعي عضو اللجنة الاستشارية بالطرق الصوفية. وإني لأرى الآن عددا من أهل الواجب، أشكر لهم جميعا. عبد اللطيف بيك، أيها الإخوة الأحبة، نسأل الله أن يرحم الراحل الكريم رحمة واسعة، وأن يشفع فيه حبه لرسول الله وآل بيت رسول الله، وحبه إلى مجالس الذكر، وعشقه للإنشاد في رسول الله